من الحاجات برضو المشهورة ان العيان عارف او سامع من اللي حواليه ان لو حصل واحدة في المرارة كبيرة مش محتاجة اشيل المرارة عشانها. العيان يبقى فاهم ان الحصوات الصغيرة هي اللي فيها مشكلة، زي ما احنا وضحنا قبل كده الحصوة الصغيرة تنزل سهلة جدا تعدي قناة المرارة، حجمها صغير فتنزل من القناة المرارية وهكذا تبدأ تقفل القناة ومش عارف ايه وصفراء انسدادية والتهاب بنكرياس والكلام ده الناس عرفته او مشهور عندها. لكن الكبيرة صعب انها تنزل من القناة المرارية، لانه الناس عرفت ان القناة المرارية حجمها قد لا يتجاوز 6 ملي، فلو حصوة كبيرة سنتي 2 سنتي اكتر من كده ما مش لازم اشيل المرارة اصلا. نوضح بقى للناس ان ده برضو كلام مغلوط جدا. الحصوة الكبيرة لها برضو مشاكل، لها مشاكل كتير جدا ومشاكل عنيفة. من المشاكل الحصوة الكبيرة في المرارة انها ممكن تعمل ورم لا قدر الله، ورم خبيث. الفترة الطويلة بتقعد فيها الحصوة داخل المرارة بتغير في جدار المرارة بشكل معين فبتوصل القصة الى ورم والعياذ بالله. فنفاجئ ان العيان عنده ورم في المرارة خبيث بسبب وجود حصوة بقى لها فترة طويلة عند العيان. فدي حاجة طبعا المفروض ينتبه العيان جدا ليها، ان دي زي دي بالظبط حصوة واحدة زي حصوات كتير. الحاجة برضو المهمة احنا قلناها قبل كده ونوضحها تاني، ان حصوة واحدة في المرارة مع تقل الحصوة وحجمها الكبير بتقوم تقدر تدخل بشكل معين الى الاثنى عشر وتعدي في الامعاء وتعمل العيان انسداد معوي، ونضطر نخش ساعتها على العيان نعمل له فتح الامعاء ونشيل الحصوه ونقفل الامعاء نعمل اصلاح للامعاء، وبالتالي عمليه مختلفه تماما عن استئصال المراره. وعلى حسب ساعتها العيان حالته تستجيب او ما تستجيبش، صحته العامه تنفع ولا ما تنفعش نشيل المراره دلوقتي ونأجلها شويه، دي بيت كبير كده يعني ساعتها يبقى في تفصيل اثناء العمليات. فطبعا تجنب الكلام ده مهم جدا، ان احنا حصوه واحده تساوي حصوات كتير، او بمعنى بسيط جدا قاعده مهمه جدا، حصوات بالمراره او حصوه بالمراره زائد اعراض يساوي استئصال.